كما أكد الحريري أن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت سخية من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها للمنطقة، مشيرا إلى حاجة لبنان إلى مزيد من المساعدات الإنسانية باعتباره يقدم خدمة عامة للمجتمع الدولي من خلال استضافته للاجئين. إن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت سخية من خلال المساعدة الإنسانية التي قدمتها للمنطقة، وهذا شأن أمريكي بحت في الواقع. نحن نتطلع إلى الحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية لأننا نقدم خدمة عامة للمجتمع الدولي من خلال استضافتنا للاجئين، وقد تجاوز عددهم مليون ليصل إلى 1.5 مليون من النازحين. إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تقديم المساعدة للبنان وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية.